وغيرها كثير يعني من السنة المهجورة تكون في بلاد الإسلام. فمحيي السنة المهجورة لا يقال إنه ابتدع، بل بالعكس هذا محسن، لأنه أحيا سنة مهجورة لا يتعاطاها الناس فأحياها لغفلة الناس عنها، مثل صيام مثلا عاشوراء أو صيام عرفة، يكون الناس مثلا لا يصومون عاشوراء أو لا يصومون عرفة، فهذا يذكرهم بها أو يصومها فتحيا هذه السنة. من لا يحرص على الوتر فهذا يحييها. أهل البلاد مثلا لا ما عندهم شيء اسمه دعاء القنوت، فهذا يحيي دعاء القنوت بينهم، فتكون إحياء سنة مهجورة. وهكذا السنة المهجورة كثيرة جداً.